وهي احنا لحالنا ما تحكوا. احكي يا دكتور احكي. دام رحاب انا اسف، جوزك ما طلع عنده فيروس ليدز. كيف ما؟ نحن عملنا تحليل اول وتحليل تاكيدي مثل حكايتك، فيروس الايدز مو دمه. شو يعني؟ يعني بدك تقولي لنا كيف انتقل الفيروس لدمك ومين نقله؟ لك انتوا ما بتخافوا من الله. نحن اللي بنخاف الله. سياده الضابط لو سمحت. مدام رحاب، يعني الوحيد اللي كنتي على اتصال معه هو زوجك السابق. حرام عليكم. بترجاكي تهدي لأقدر افهم منك. احتمال تكوني احتكيتي بحدا عنده فيروس الايدز واخذتيه منه من دون ما تعرفي. ما فهمت. يعني استعملتي الادوات اللي بيستعملها، مثلا مجنة حلاقة، ابره بالوريد، فرشيت اسنان وعندك اللثه مجروحه. اي شيء ممكن ينقل الدم من شخص لشخص، مثل عمليه نقل دم. لا لا لا. يعني كيف بده يوصل الفيروس لدمك اذا كان لا من هون ولا من هون ولا من ما على شيء؟ تخليني اشوف شغلي. اسف بس شيء بيطلع الدم للراس. مدام ريهام، طيب خطيبك فؤاد، يعني ما ممكن تكوني ضعفتي شي مره؟ انا مو هيك، والله مو هيك. ما بصير ما يكون جوزي هو الوحيد اللي نقل لي المرض. انتوا اكيد غلطانين. مدام رهاب، نحن ممكن نغلط بالتشخيص بس الاجهزه الحديثه اللي عندنا ما بتغلط. شو يعني؟ بدكم تطلعوني بنت فلتانه؟ طيب حاولي تتذكري، بركي شي مره كنت سكرانه يعني ومالك حاسه. يا مدام لنقل لك الفيروس لازم نعمل عليه حجر صحي مشان ما ينقل الفيروس لغيرك، فهميها بقى. شو بدي احلف لكم؟ خلص خلص مدام رحاب، لا بقى تحكي ولا كلمه واعتبري اسئلتنا انتهت. بس مثل ما اتفقنا من بكره بتبلشي تجي على المركز لنعطيكي الادويه اللازمه ونشرف على علاجك. واسفين للازعاج. يا سيد فؤاد، سيد فؤاد، انت من ايمتى خاطب لست رحاب؟ من فترة قريبة. طيب وقديش لك بتعرفها يعني قبل ما تخطبها؟ من فترة قصيرة. ليش؟ الايدز ملعون ابوه. هيك بتسهل علينا المهمة. طيب خلال معرفتك برحاب ما لاحظت علي اي تصرف لفت لك نظرك؟ مثل شو؟ يعني ما كان لها اصدقاء شباب تطلع معهم تنزل معهم حتى لو كان شخص واحد؟ ابدا. وليش هيك متاكد؟ لاني بعرف اخلاقها منيح. طليقها الحقير هو اللي نقل لها المرض. هي هيك قالت لك؟ هي الحقيقه. الحقيقه انه مو اخذ الفيروس من طليقها. من مين؟ نحن عم نسألك لنعرف من مين. نحن حللنا له دمه ودمه كان نظيف من الفيروس. انتوا غلطانين، ما في غيره. حللنا له وتأكدنا. لحظة، ليه إذا هذا الحكي صحيح؟ للأسف صحيح. أخي فؤاد، نحن شباب على بعضنا والحكي اللي بده يصير بهي الغرفة تأكد إنه ما راح يطلع لبرا. انت واثق انه ما صار اتصال بينك وبينه؟ اعوذ بالله على النار. لك يا جماعه انا لمس ما لمسها، كيف بدي هدي هدي ولا تنفعل بهالحاله؟ بدك تروح معنا على المركز لنحلل لك ونتاكد. سيد بشير ضابط بالجنائيه ومعه امر باحضارك لمركز التحليل مشان تحلل. لك يا جماعه فورا. انت قديش صار لك لا اكلت ولا شربت؟ ساعتني على ريم.
ليش؟ انقلت مشان حل لك. يا جماعة صدقوني أنا ورحاب ما في شيء. نحن مصدقينك، بس التحليل لابد منه مشان تطمن على حالك. إذا أنا ما في شيء حللت. يمشي دكتور. تفضل. طيب بعد إذنكم بس بدي أخبر الجماعة إنه نحن ماشي. طيب خبرها ونحن منتظرينك برا. سافلي